بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بنستكمل باقي الأجهزة اللي تستخدم في فصل الجسيمات، وهنتكلم النهاردة على نوع جديد وهي ما يسمى بالفلاتر غسيل الهواء. ودي زي ما هنشوف عندنا أول حاجة السكرابر فلتر، ودي زي ما قلنا هي أجهزة أو فلاتر غسيل الهواء اللي بتعتمد في فكرتها على رش مية على الهواء المحمل بالجسيمات. يبقى an atomized liquid water is used to capture PM، ان انا بستخدم المية اللي برشها على الهواء في الجهاز الموجود عندي زي ما هنشوف تلتقط الجسيمات اللي موجودة عندنا. Particles is coated by liquid or on scrubber structure. Inertia force is small as particle size decrease. يبقى الانيرشيا فورس عندي بتقل لما السايز بيقل. كوليكشن افشنسي ديكريز از بارتكل سايز ديكريز. السكرابرز ار اوبريتد مور ايزلي ذان اذر سوفيستيكيتد تايبس اوف بارتكليت ريموفال. يبقى مثل هذا الجهاز بيشتغل بسهوله اكثر من بقيه الاجهزه اللي بتستخدم في فصل البارتكليت. الكوليكشن ميكانيزم ديبند اون ذا انيرشيا فورس اوف بارتكل. زي ما نشوف في مثل هذه الأجهزة عملية ميكانيزم التجميع بيعتمد على الانيرشيا فورس. Both size and density are important in determining the collection efficiency. يبقى حجم الجهاز والدنستي بتاعة الغازات اللي داخل عندي بتعتمد من العوامل المهمة جدا في تحديد الكوليكشن efficiency. هنتكلم على الويت سكرابرز. الويت سكرابر ار ديزايند تو انكوبريت سمول داست بارتكل انتو لارج ووتر دروب. ان انا بستخدم في مثل هذا الجهاز التقاط الجسيمات الصغيره باستخدام قطرات مياه كبيره. الويت سكرابرز بيقدر يعمل لي عمليه ريموفز من 1/10 مايكرون لحد 20 مايكرون، وده تحسن. احنا شفنا اول جهاز اتكلمنا كان بيلتقط اكتر من 10 ل 12 مايكرون، السايكلون كان بيلتقط من اول 5. النهارده بنلاقي في تحسن عندي باستخدام الويت سكرابرز ان انا بقدر اشيل بارتكلز من اول 0.1 من اللي هي ملوثات الغاز اللي موجوده عندنا. الويت سكرابرز از يوزد ويز هاي كوليكشن افشنسيز اند جاز ابزوربشن. يبقى بنقول انه ده بيشتغل مع هاي افشنسي كوليكشن. طيب اهم الانواع الرئيسيه من الويت سكرابرز اللي احنا هنتكلم عليها اللي هي الهولو سكرابر، الباد سكرابر، والفينشولي سكرابر. اول حاجه الهولو سكرابر، وده جهاز بسيط جدا وعباره عن سلندريكال زي ما انت شايف عندنا هنا اهو، وبعدين مجموعه من الليفلز متركب عليها رشاشات اللي هي نظره هدين رشاشات مياه. انا عندي الغازات تدخل من هذا الاتجاه، وبعد الغازات بتطلع بتقابلها الميه، فالميه بتلتقط الجزيئات وتنزل تتراكم هنا، وبعدين نعمل عمليه صرف من هنا. فانا عندي ليفلز من رشاشات موجوده عندي، وبعدين عندنا بيبقى عندي الغاز الاوتلت. كان ده هولو سكرابر از تول سلندريكال فيسلز اور لارج دايمتر اوف لارج دايمتر in which water is sprayed from top and dusty gases ascends up counters currently. الويت سكرابر افشنسيز ار نوت هاي ويز بارتكل لزان 1 مايكرون، يعني ما بتكونش عاليه مع الجسيمات الكبيره برضو. يبقى انا عندي هنا ده هو عندنا الجزء كمان عندنا نتيجه ان انا عندي بعمل تبخير بيبقى عندي في ميست اليمينيتورز، ده بيسيل اي ضباب ممكن يتكون في المنطقه اللي موجوده عندنا هنا. لما نيجي نبص للافشنسي اوف هول سكرابر از دايركتلي ريليتد تو ذا انرجي اكسباندد تو بروديوس جاز ليكويد كونتاكت. لما نيجي نبص عندنا الووتر سبريد من 3 الى 4 التيتيود، عندي هلاقي عندي من 3 الى 4 ليفلز موجودين عندي في السكرابرز اللي هي الليفلز اللي احنا شفناها في الرسمه بتاعه الجهاز. البارتكل اكبر من 5 مايكرون ديامتر ار ريموفد باي ووتر دروبليت اوف 100 مايكرون. يعني الجسيمات الاكبر من 5 مايكرون
بتلتقطها دروبلت اللي القطر بتاعها 100 مايكرون. عندنا زرار تو ويز تو كابتشر 5 بارتكلز، عشان التقط ال 5 بارتكلز ان انا بزود انكريزنج جاس بريشر، او انا عملت اتومايز لارج كوانتيتي اوف ووتر، عملت اتومايزيشن لكميه اكبر من الميه. البارتكل جروس كان بي بروت باي لور تمبريتشر ذات كوز فيبر كوندنسيشن، انكريز فلو ريت ذات انكريز تربلنس، ثيرمال جريدينت ان ذا نارو باسج اوف سكرابر. هنتكلم على الهورس سبراي سكرابرز والهولو سايكلونيك سكرابرز والسيلف انديوزد سبراي تاورز، ودي انواع من هذا الجهاز. طبعا الهولو سبراي سكرابرز هو زي اللي اتكلمنا عليه حالا دلوقتي، ادي الهولو سبراي سكرابر كاونتر كارنت فيرتيكال تاور زي ما قلنا، دروبليت از لارج اند سيتلينج فيلوستي از جريتر ذان ابورد جاز فيلوستي. يبقى في هذا الجهاز السيتلينج فيلوستي اكبر من اللي هي عمليه الجاز فيلوستي. الهوت جازز ار كولد باي سكرابنج ليكويد، لو احنا بنلاقي الغازات البارده هي اصلا برضو بتبرد باستخدام الرشاشات بتاعت الميه اللي موجوده عندنا. انا ممكن احسن كفاءه هذا الجهاز بتطوير فيه وسميناه هولو سايكلونيك سبراي سكرابر، انه انا جيت زودت المدخل بتاعي بتانجنشال انلت علشان اوجه السريان بتاع الغازات المحمله بحيث اكسبها سنتر في يوجال اكشن. يبقى الجاز از انتروديوس تانجنشالي تو انكريس سنتر في يوجال فورس اوف كوليجن. يبقى انا عندي حاجتين هيساعدوني في عمليه الالتقاط، هي رش الميه مع السنتر في يوجال فورس. فاحنا عندنا برضو هذا الووتر ان، وده عندي النوزلز اللي هتعمل لي الرشاشات بتاعه الميه، الفلو بيخش هنا مع السنتر في يوجال فورس، بقدر ازود كميه الجزيئات اللي ممكن ان انا اجمعها. ده بيعمل كولكت بارتكلز سمولر ذان 10 مايكرون، بيقدر التقط الجزيئات لاقل من 10 مايكرون. الدروبلت بروديوس باي سبراي نوزل ات سنتر لاين زي ما احنا لسه قايلين وشفنا، والدروبلت كولكتد باي جاز تانجنشال انتري فيكسد فان، ممكن احط فيكسد فان كمان عشان اوجه الغازات اللي داخله بحيث احصل على اكبر قدر من الجسيمات اللي ممكن نلتقطها. لما نيجي نشوف السايكلونيك سبراي تاورز جيفز بيتر بارتيكوليت كولكشن، يبقى السكرابر افشنسي از تريتد باي ريليتنج ذا نمبر اوف ترانسفير يونتس تو ذا كونتاكتنج باور از فولو. يبقى انا عندي المعادله دي بتربط لي بين النمبر اوف ترانسفير يونتس اللي انا ممكن التقطها مع الايه البي تي اللي هي الكونتاكتنج باور، الباور اللي ممكن انا هستخدمها. فالعلاقه بتقول انه الان تي بتساوي الفا بي تي اس بيتا، حيث ان تي نمبر اوف ترانسفير يونت، ودي عباره عن دايمنشن ليس كوانتيتي يعني ملهاش ابعاد. البي تي كونتاكتنج باور، ودي عباره عن هورس باور لكل 1000 كيوبيك فيت بير مينت اور كيلو وات اور لكل 1000 متر مكعب. ويمكن احنا بنستخدم اس اي يونت فبيهمنا دايما الكميات بالاس اي يونت. الالفا هي عباره عن الكوفيشنت تو ميك ان تي دايمنشنلس، اللي هو المعامله استخدمته عشان اجعل الان تي رقم لابعدي، والبيتا دايمنشنلس اكسبوننت اللي هو الاس بتاعنا. انا باستخدام هذه المعادله بقدر اجيب النمبر اوف ترانسفير يونت ريليتد للباور اللي انا هستخدمها في عمليه الاتومايزيشن بروسيس. المحاضره القادمه نستكمل باقي محاضرات هذا الجزء، ونستكمل باقي أجهزة فصل الجسيمات التي تسبب تلوث الهواء.